جلسة تصوير قرب أهرامات الجيزة لفتاة ظهرت بملابس وصفت بأنها فاضحة وغير لائقة أشعرت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية. الصور انتشرت في فيسبوك وانقسمت ردود الفعل حولها، فمن خلال هاشتاج سلمى الشيمي وهاشتاج موديل سارة البعض وجه انتقادات لها، فيما دافع عنها آخرون. رحمة كتبت: خلصنا، تعليق رحمة: خلصنا من سلمى المصري، طلعت لنا سلمى الشيمي، يلا بقى نائب العام الأشكال دي لازم يتلموا في سجن القناطر، خليتوا البنات تنحرف. أما تعليق حمادة فكان: كان ممكن تعمل جلسة تصوير بملابس مستورة وتطلع جميلة برضو، الحشمة مش حتنقص من جمال النساء شيء. في المقابل هناك من دافع عنها كالصحفية اللبنانية رحاب ظهر التي قالت: أنا لا شايفة تشويه ولا إهانة، صور عادية، ويمكن لو توت عنخ آمون عايش كان أخذ معها سيلفي، وين الإهانة؟ أما سليم فكتب: يعتبرونها تشويه وإهانة لحضارتهم وتاريخهم الفرعوني العظيم، لكن لا يثير غضبهم صورة امرأة عجوز مصرية تأكل من النفايات بسبب الجوع والفقر لأنها لا تعني لهم شيء. الشيمي الآن بقبضة الشرطة المصرية وتواجه تهمة مخالفة قانون الآثار المصري والذي يمنع التصوير داخل المناطق الأثرية بدون تصريح رسمي، يعني ليس بسبب لبسها الفاضح. جدير بالذكر أن الشيمي كشفت خلال استجوابها عن اتفاقها والمصور مع موظفين بالمنطقة الأثرية على دفع مبلغ مالي قدره 1500 جنيه مقابل السماح لهم بالتصوير، وأن لديها مقطع فيديو يثبت ذلك.